أول مرة رعاية المنتخبات المصرية تصل إلى هذا الرقم. ولا كم رعاة أنت معاك، ورعاة تقال، شركات تقيلة وبنوك وعاصمة إدارية. فالأول مرة منتخب مصر يبقى معاه الكم ده من الرعاية وبدخل الكم ده من الفلوس. أمال ليه دايما بسمع إن اتحاد الكورة عنده أزمات مالية؟ هقول لك ليه أزمات مالية. من سبق يشكر. عمل إنجاز مشروع الهدف. ده مشروع يحسب وهيتم استلامه يعني خلاص في اللحظات الأخيرة. بقالنا سنين ما بنستلموش. ما أنا هقول لحضرتك حاجة. كتير أوي. ما أنا هقول لك ليه السبب. من سبقونا يشكروا ان هم ادخلوا الفار للتحكيم المصري. لكن كان شكوك. كان شكوك. فانت لما جيت انت مسدد حاليا ما يزيد عن 200 مليون وشويه لمشروع الهدف من الاتحاد المصري. من دفعت للفار من اول بسم الله الرحمن الرحيم لغايه اللحظه اللي احنا فيه. تفكر لما قالك الفار هيتلغي ومش ما فيش فار وما في ان ما كانش ندفع مليم. مليم واحد. هم يشكروا اللي هم عملوا منظومه ممكن كان ما فيش وقتها فلوس. المهم فانت جيت استلمت ده. شوف انا بشكرهم ان عندك صرح موجود هو مشروع الهدف، عندك الفار، فالحاجات دي كلها اصبحت انت اللي لازم تسدد القديم والجديد. القديم والجديد. فاللي بيجي لك بتطلع منه 50% لمديونياتك و50% السفريه بتكلف. شوف تذاكر الطيران لو انت رايح رحله طبعًا للمنتخبات طبعًا. لو انت عامل اقامه في فنادق هنا لمعسكر مثلا 2008 معسكر الناشئين كلهم، كره نسائيه، كره شاطئيه، كره صالات، منتخب اول بيكلف مع رواتب اجهزه فنيه. فانت استلمت ارث زي ما انت قلت كل الاحترام للسابقين يعني عملوا لنا في اساس شغالين عليه بس ما بس كانش فيه بس فلوس فسابوا لك فلوس انت تسددها صح؟ اللي متسدد. انتوا بقى كاتحاد الكوره هتسيبوا للي جاي بعديكم فلوس فيتوريا؟ هقول لحضرتك حاجه، مفيش حاجه فلوس فيتوريا متسدده كلها. بص برضه هقول لك حاجه، ما هي برضه انت عارف ليه سالت بالصيغه دي؟ أنا فاهم. عشان هو الجمله ايه؟ هم هتسيبوا 4 مليون ونص دولار لا وبوظوا القصه بتاعه فيتوريا عشان كده كده انا ماشي في شهر توقف اللي يجي بقى هو اللي يشيل. بص يا فندم الاسبوع الماضي لقيت برضه احد الزملاء اللي انا بجي لهم واحترمهم جدا بيطالب بالتحقيق مع الاستاذ جمال علام من قبل الوزاره في خير يا جماعه في ايه؟ قال لك فيتوريا و4.5 مليون جنيه. قلت لهم طيب يا سيدي ليه ما طالبش في يوم من الايام او اي زميل بوقف القيد اللي على الانديه اللي مالين انت كده رغم ان هي قضايا انتهت واصبحت واجبه التنفيذ ولازم تسددها. حصل ولا ما حصلش؟ حصل كتير جدا من الانديه مدربين ولاعبين بملايين. وان كان ده خطا بالمناسبه، خطا خطا جدا يعني لاي حد بيتسبب في اداره ملعب عام يتحقق معاه. شوف لازم يعني مش واحد صوت اتنين. لو انا وانت متفقين انه مش معنى انه هنا ما اتحققش معاه فاحنا مش المفروض ما اتحققش معاه. لا بس لا انا عاوز اوصل انت صح. لا على فكره اشمعنى ما سالتش دي؟ لا 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 اطلاقا.